والله خصبكتونا معكم انتوا الاثنين. لا هراد يتكلم ولا انت. لو تقولون ايش فيكم كان عرفنا نسوي شيء. ان شاء الله يصير خير. ما علينا الصور. هي الحين شايله بقلبهم، بيننا اللي بينكم شايد. عطها فتشه شوي بعدين رادها مره ثانيه. ان شاء الله. لا تحاتي. دام شايل عليك الكثر يعني اكيد تحبك. شلون يعني؟ يعني عطها فتشه هاليومين وبعدين احنا عليها. خلها تفكر على راحتها. احنا ما نزعل ولا نتشره الا على الناس اللي نحبهم، صح؟ صح كذا. يلا انا بروح انام، تبي شيء؟ لا سلامتك. تصبح على خير. يمك تأخرت. يلا يلا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. شنو بسم الله؟ الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس. يما احتلت شنو هذا؟ سبوا حرمت من الصبح يما وياوي معك. خلاص يما تكفين. خلاص خلاص يما. صدق الله العظيم. بسم الله لا اله الا الله عليك يا يمه. ايش فيك كذي كانك يا اهل مطيور؟ اصبر خلنا بخرك عن العين. يمه اختلت من الحرمه وياهم. خلاص يمه شلون اروح اوايه الناس يعني يشوفون في فيني ريحه الحرمه والشب يقولون كني حواي. لا ما انت رايح لهم كانك حواي يمه. ها حين بخرك هذا العود الزين. لحظه اشم من الاول عشان اقتنع. ها شم شم وي ها ها شم. يا 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 هذه الريحه الطيبه. اي يمه تبخر تبخر. لا لحظه يمه. هات هات يمه. يمه ما اوصيك اليدان. دير بالك على نفسك هاي يمه ولا حد يكدرك. واذا ما عجبك الشغل عندهم يا يمه هدهم واطلع على طول. ها اي الا ولا حد يكدرك ويضايقك يا يمه. ما اوصيك. لا تحاتيني يمه اف عليك. أنا الأسبوع اللي فات لما شفتهم هناك إيه؟ كلهم طلعوا حليوين وخوش ناس ويحبوني بعد. الله يسمع منك يا يمه ويوفقك إن شاء الله ويبعد عنك عيال الحرام. آمين يا رب. الله يسلمك يا أم وليدة. يسلمك يسلمك يا يمه. اختنقت والله يمه اليوم. حدي اختنقت. انطر 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 يمه. حالاتك كأنك معرس. لا اله الا الله. حقوتي هذا هو في صوت الموتى. الله يما من رخصتك وادعي لك دعوه من القلب. الله يوفقك يا يما ويعطيك على قدني. ام وليد لا تطولين الموتى يمشي تجي سريعه ان شاء الله يا يما. روح لا تتاخر. روح يا حبيبي. لا يما لا تبكي ترى ما اروح. لا يما خلاص ما ابكي. يلا من رخصتك. يا يما حبيبي دير بالك على روحك يمه. ما وصيك. لا تحاتيني يمه. يلا مع السلامه. انا تاخرت. مال كريم يا يمه. الله وياك. مع السلامه ام وليد. مع السلامه يمه. ويا ربي الله يوفقه ويعطي على قد نيته يا يمه ويبعد عنا عيال الحرام. انا ايش فيني كلها ابكي ولا اله الا الله. ادريس يلا. هلا عمتي. السلام عليكم عمي. هلا عمي. عمي انا سيارتي مبكره ما يخاف تعطيني الاسبانه؟ يا حاضر عمتي عن اذنك تعطيني الاسبانه. ايه ما عليه. تفضل عمي. مشكور عمي. عاونك. يلا. يلا.
شفيك كله طالعيني بالمحاضرة. وانت ايش عندك هذه المحاضرة وشرح لي الدكتور وقاعد تراقبني شو اسوي؟ ما ادري عنك، ادري ان انا احلى واحد بالكويت، بس مو شي تخزيني عاد. شايف راسك؟ شايف راسك انت. السلام عليكم. وعليكم السلام. دلول ابيك بسالفة ممكن؟ خير ليلى، في شيء؟ لا لا ماكو شيء. عن ابنك نواف، بروح دقيقة وبرجع. الله يستر من ليلى هذه ويا راسها. شنها ليمونة. اي حاضر، تامرين امر. لا وي البنات اكيد ما يخلون، كلنا بنمر عليك. حق واجب يا ابو محمد. لا ان شاء الله، حياك الله. يا هلا ومرحبا، حياك الله. هلا، مع السلامه. مع السلامه. صباح الخير يما. وي صباح النور. زين يا يما انك طلعت من دارك؟ ايش اسوي؟ طقت شبدي من قعده الدار، قلت اطلع اتنفها شوي. زين سويت يا يما، شلونك الحين احسن؟ الحمد لله احسن، بس احس جسمي كله متكسر ما ادري من شنو. صار لك ثلاث ايام ما تحركت بفراشك، زين سويت؟ خل اقول حق سنيه تدش دارك تبطل الدرايش وتبخرها لك وتغير مره واحده. قعدي قعدي، مليت من القعده بروحي. اي خلاص، كان يقعد. اقول يما، امس بالزواره في احد نشد عني؟ إيه الكل نشد عنك. أول ما وصلت البارحة قالت لك. شفيك نسيت؟ إنزين يما ولولوة شفيها؟ نشدت عني؟ ها لسخونة مأثرة عليك؟ أقول لك الكل نشد عنك وقالوا لي قولي لما يشوف شر. إنزين يما شنو غدانا اليوم؟ مرقوق. وزين حق بلاعيمك ينظرت زرعت. دلال بس خلاص، السالفة زادت عن حدها والجامعة مالها سيرة إلا أنت يا نواف. بس قصري حسك هو علامتك. شفيك بعد؟ أنا ما سويت شيء، قاعدة قدام الله وخلقه زميلي بالجامعة وقاعدة معاه. شفيها يعني؟ بعدين تعالي أنت شاطة عمرك وقاعدة تحكين. أنتم ما تقعدون مع فواز وعدنان وسميرة 24 ساعة مجاب لعادل وخالد ومحمود. أشوف أنا ما أتحكى ما أقول شيء. اللي تقولين عنهم يقعدون مجموعة وسوالف وضحك، مو أنت يا نواف مجابلين بعض راس براس. والناس مالهم إلا الظاهر، والظاهر يقول إن في بينكم شيء. وإذا في بيننا شيء، إيش فيها يعني؟ دلال أنت ينيتي؟ أنت وين وهو وين؟ كلنا أوادم وماكو فرق بيننا. كلنا أوادم إيه، بس أكو فرق بيننا، والبنت ما لها إلا سمعتها، وأنت سمعتك تهمني. فكينا زين. هذا معنى ميزانيات. إهني. هذا هو المرضيات هني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله والإكرام. لا أبو حمد. شلونك يا وليد؟ الله يسلمك، الحمد لله بخير. ملفات شهر 12 وين؟ موجودين موجودين هني شهر 12 وهني 11، وهذا الملف اللي وصيتني عليه طال عمرك. ما شاء الله ما شاء الله. هذا هو اليوم كذي. يلا بعدين شلون؟ اف عليك بس ابيض وجهك انا يا ابو حمد. تيقه شغلك مضبوط ما شاء الله. يعني على قولتهم تيقه من السيقه. قواك الله يا ابوي. الله يسلمك. هبريح والله. الله يخليك. ما هقيتك تخلص الشغل اللي اعطيته لك بهالسرعه. اللي قبلك كان تنبل ما يحرك الرابضه. يعل علشان رتب له ملف وملفين. عف عليك بس، هو اهم شيء ان تكون راضي علي يا ابو حمد. تامر يتم شغلك كذي اكيد بكون راضي. تامر بس ها لا يخربونك اللي معاك. ليش هو في حد معاي انا في المكتب؟ ايوه في معاك موظفه هني اسمها سعاد. وهذا مكتبها، لسانها طويل ورباديه مالك شغل فيها. لا لا تخربك. ان شاء الله ان شاء الله. بس انا تصدق انه صار لي هاليومين قاعد اداوم والاسبوع اللي طاف ما شفته ولا جيت. ما قلت لك رباديه؟ اداوم لها يومين ويومين قاعده بالبيت. صدق. بس لانها يا يبوه بنت استحي احاكيها. صدق. وهم بعد ما اقدر اشتكيها للمدير، تكسر خاطري. صدق. قطع الارزاق
مو زين يا وليد. صادق يقول لك قطع الاعناق ولا قطع الارزاق. اهم شيء لا داومت لا تدحر. لا 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 مالي شغل فيها كلش. مول مالك شغل فيها بالمره كلش. خليك بعيد عنها لسانها طويل وراية مشاكل. لا خلاص اكتب شرها زين ابوي. ان شاء الله. حياك الله ابو حمد. دير بالك على شغلك. الله معاك. الله يعينك عليها. الله يسلمك. لا عفا على لا تحاتي ابو حمد. الله معاك. عمتي وصلنا. وصلنا. ايه ما حسيت بالوقت. انت يا نيت ايش هالياره هذه؟ ايش اسوي؟ ماني قادر اصبر خلاص. لو شافك ترى والحاس فيك وانت تقط المكتوب كان صار الحين. لا فكرت ولا خطر على بالي. هي خلت براسي عقل. كل هالراس بتقول لي ما فكرت. انت الحين ايش فيك شايش علي؟ دريو لا حس ولا درى عنه. بعد لو انا مو قاطر رساله قدام دريو كان ما اخذتها. يعني ذكي انت خويا تقدر تاخذ رساله تشقها وتقطها بالزباله وهي مو قاريتها. لا لا هي ما تسوي كذي. هي تحبني وتدري ان انا احبها. دام انك تحبها المفروض تخاف عليها. ما تسوي اللي سويته. انا سويت شيء لان هي سكرت كل البيبان بهي. ولو ما كان المفروض تسوي اللي سويته. غلط غلط. علي وتكفى اسكت مالي خلق. بعد صار اللي صار. الله يستر. بيت تاخرت على اختي. المفروض انا اخذها من المدرسه. شنو؟ مزامات سالفة؟ لا على حسب محاضراتي أنا نواف. يلا مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. تبين الصج؟ معاهم حق. إي أدري بس شو نسوي؟ يعني الناس ما عندها غير الحكي، بيتحجون شوفوا الاثنين مع بعض مو لاقي اللي يتحجون فيهم وبس. واي على هالناس، بعد احنا مو مسويين شيء غلط. يعني شلون؟ أشوفك من بعيد وأسلم عليك وأمشي بس؟ يعني مو كذي، يعني أنا أقول يعني لازم نخفف الموضوع شوية، يعني بين محاضرة ومحاضرة أقعد معاك شوية. أنا بصراحة قاعد معاك من تجين الجامعة أنا معاك لما تروحين بيتكم، يعني خلي أتغدى ببيتكم بدون ما أقول لك بعد. ولمتى كذي؟ لما أحط إيدي بيدك وتمشي قدام العالم ماخذك بالحلال وأي أحد بيتحكى. خلاص خلاص فهمت والله فهمت. نزلي إيدك نزلي إيدك نزلي إيدك نزلي إيدك. شو فيك أنتِ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أنا سويت مسويت. بعد قاعد أقول لك ناس تحكى ترى رافع إيدك بويهي. يا قدامي يا راسك قدامي بس تضحك. قبل أن تسرق نوم عيني وتعلن الحرب ضدي وتخفي شمس نهاري اسمعيني. أعطني فرصة لأشرح موقفي. فقبل الإعدام يسأل المعدوم عما يريد أن يقول قبل أن يكرهني قلمي وتعاندني الحروف قبل أن يختفي شغفي للحياة وتضيع أنفاسي سدى. اسمعيني. اسمعي قلبا أحبك بلا شروط. اسمعي رجلا أرادك أن تكوني ملكته. اسمعي حبا لا يوصف. اسمعي صدقا لا ينافسه صدقا قبل أن تقتليني. اسمعيني. متى يكون الكذب دليلا على الحب؟ حين يحترق وجه زوجة يعشقها زوجها وتسأله هل لازلت جميلة؟ فيجيبها بنعم. وحين يسأل رجلا فقيرا عاجزا عن تأمين قوت يومه زوجته إن كانت شبعت من كسرة خبز وماء فتجيبه بنعم. كذبت من أجلك لأني أحبك. كذبت حتى لا تكدر صفو عيناك دمعة سببها أنا وحتى لا يغزو عبوسا شفتيك فيأسر ابتسامتك ويحرمني منها. حبيبتي سامحيني فلا عذر لي إلا حبك
ولا حجة عندي إلا هواك. ميدان كان دوام معك خوش عندي تمام عندي سالس بالشغل سميدة يمي والمسؤول مالي وايد مستانس مني قص علي ميدان المسؤول يعرفك ايه عرفني من اول يوم اعطاني اول شيء اوراق وملفات وقال لي خلصهم كان جاب لهم لين خلصهم له بالضبط مثل ما يبي عافيه عافيه بقوي كذي عدل يا جان عدل ظلت كان قوي اي بس يما مو تعب عليك دوام صبح وعصر هات يما لا يما بالعكس احسن اداوم صبح وعصر بعدين انا كيفت على الشغل قاعدة البيت تنهي الله يقويك انزين وليدان دام توظفت ليش ما تشتري موتر؟ اي والله فكرة عجبتني شورت وحدات الله لاشتري موتر من هني لراس العاير اي واللي عافيك اشتر عشان تفكني من هذولي ها وليش بعد؟ يما كل مرة يزرعوني عند المدرسة لا وانا عيب على نواف طلع ناصر رده منه ناصر يما الله يهداك بس انا كم مرة قالت لك لا تبطي على اختك؟ ايوه شفيك نواف شفيك كم مره قال لك لا تطقني امي قاعد حاكيك شفيك قاعد يقول ليش داخل على نورا يما الدكتور ما يطلعنا مبكر حد الدكتور ما يطلعك مبكر وليش تضحك يعني الدكتور ما يطلعك مبكر يلا يا رب ترزق اخوي اشتري موتر عشان تفكني من هذول قطيعه نورا ايوه يا صاد جبنيتي شو انت كاتر هذول مالكم عاد هاي مو دكتور ما يتغشمر لا لا تدخل على اختك ولا دكتور عليها. دكتور ما يتغشمر لازم نسمع منه نتعلم خلينا نتغدى بيته بدون ما نقول له لا ويا راسك هاي قاعد يقول يا راسك بعد امك قول لها شيء يما يما وين وين التمر تمام يما وين نسيته ما عندي ما عندي ما مخلص شرب يا اخي معك خير يبا يبا ما على اروح اليوم العصر استاذنك اليوم العصر اروح بيت رفيجتي نوره مع ادريس ليش صاير؟ يبا الظاهر اليوم في المدرسة أنا وياه تبادلنا كتب، هي أخذت كتابي وأنا أخذت كتابها، فبروح أقطع عليها وأرجع. والكتاب ما ينطر لين باكر؟ لا يبا تبي ضروري، والله كلش كلش ماني مطولة. زين روحي، بشوفك تروحون بساعة وترجعون بساعة. هالصوب وهالصوب ماكو، ترى إدريس يقول لي كل شيء. إن شاء الله يبا على أمرك. يلا، روحي الحين وقعدونا قبل لا تروحون. إن شاء الله يبا، مع السلامة. منو؟ أنا من الخير نورا ذلفي ما نخلق أحد جايبت لك بشارة فتش الباب يا المخدي بشارة؟ دشي قولي إيش عندك؟ ما قولك لما تقولي بشارتي شنو؟ راح أعطيك اللي تبينه قولي باكر المغرب توديني السوق صار خلاص توها وصلتني طازة طيب جايبت لي إياها مع الدراول أعطيني ما بي نورا ما بي وخر ما بي خلاص وخر انت اعطيني زين اعطيني مو وقتك كلش مالت عليك ما اعطيتيني رساله ايش حقه واقفه كيفي يلا طلعي برا لما تبي شيء تصير زين لما تاخذ تصير نحيس طلعي برا وخر طلعي برا مو وقتك الشرحه علي جايبت لك اياها مالت عليك ما تستاهل طلعي برا بسم الله الرحمن الرحيم من لولو إلى ناصر عندما يخبر الزوج وزوجته المشوهة بأنها لا زالت جميلة فهو لا يكذب فجمال من نحب لا يذهبه العمر ولا التشوهات وعندما تخبر الزوجة زوجها الفقير بأنها شبعت فهي أيضا لا تكذب فكسرة خبز وماء ممن نحب تشبع فعلا ولن يكون الكذب يوما دليلا على الحب لكن قد أكذب عليك إن قلت بأني لا أحبك أو لا أستطيع أن أسامحك سأسامحك إن وعدتني أن لا تكذب يوماً
إن وعدتني أن تقول الصدق حتى إن كان الصدق يؤذيني. وتأكد الصدق إن كان يجرح فهو جرح لحظة، أما الكذب جرح يبقى مدى الحياة. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. من أنت؟ أي أنت الموظف الجديد صح؟ هي عدل. يا هلا فيك، أنا سعاد زميلتك بالمكتب. يا هلا أنا وليد. يا حليلك، اسمك وليد؟ عتدري أموت بهالاسم. تصدق أبوي كان بيسميني وليد بس أمي عيت ما رضت. إيش فيك علامك؟ أتغشمر معاك يعني بذمتك، أكو بنت اسمها وليد؟ يا حليلك ولو طلعت حياوي. يلا عادي باكر تعود، مو تزعل مني ترى أنا كذي أحب الغشمرة ما أحب التبوز. لا 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 عادي خذي راحتك. إيش دعوة إيش دعوة؟ إيش فيك علامك قلت تنتع بالحكي؟ كل هذا حياة؟ لا بس أنا تحكى كذي من زمان. سموحة مو قصدي. لا لا عادي تعودت أصلا. بطلب لك قهوة ما تبي؟ لا مشكور. لا بطلب لك، ما أحب أشرب قهوتي بروحي. لا لا مو عن بس صدقيني مو مشي مشكورة. زين وإذا قلت لك عشاني؟ خفيفة. ألو نوافد معي على الخط؟ معاك. علامك؟ ما فينا شيء. عيارتك تعلمني فيك ترى عرف صوتك ليه صرت متضايق. متضايق شوي من كلام رفيجاتك. ليلى قصدك؟ شو تفكر فيه؟ دلال انت بتصيرين مرتي، ما يصير تكلمون قدامي وانا اسكت. طلعت حمار. نواف لا تقول عن روحك كذي، لا تزعلني منك. محشوم بعدين انت حبيتني قدام الناس، لا سويت لا شيء غلط ولا عيب، والله الناس هم العويان. انا لازم احسب حساب هالشيء، لازم اصونك بغيابك وحضورك. انت صايرني يا بعد عمري. نواف لحظه شوي، كنا في صوت حس. الو نواف هذا فهد اخوي وصل، لازم اسكر التليفون الحين. زين خلاص خلاص يلا روحي. زين نواف عشان خاطري لا تكدر روحك. لا تحاتين، انت شنو بتنامين؟ لا بروح اسوي لي كلاس حليب بعدين بنام. عليش بالعافيه. الله يعافيك، تصبح على خير. دلال. هلا نواف. احبك. وانا بعد. يلا مع السلامه. مع السلامه. منو؟
صباح الخير. صباح النور. تسمحي لي أقعد؟ أكيد. ولهت عليك. بيطلب منك شغلة. شنو هي؟ أنت تامرين أمر. مرة ثانية تقول لي الصدج. حتى لو الصدج يزعلني أنا بسمعه. بس ما تعيدها وتكذب علي. إن شاء الله. من عيني هذه قبل هذه. أنا جملول وعندي. والأيام راح تثبت لك. يا حالات الضحكة. السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الخير. صباح النور. وهلا سعاد وليدان، شلونك؟ شخبارك؟ الحمد لله بخير. دام انت بخير. يلا تعال تعال يركسيك وتعال جابني. ليش؟ ماكو، ما مداني اتريق بالبيت. مريت مطعم الجمعيه وجبت لي ريوك وحسبت حسابك معي. لا مشكوره، ما تقصرين. انا متريق مع امي الصبح. وليدان الحين صار لك اسبوع مجابني وللحين تستحي مني؟ ايش دعوه؟ لا هي مو مستحي، بس انا شبعان مشكوره. اكلي انت عليك بالعافيه. استحي على وجهك، اقول لك حاسب حسابك قولي شبعان. بعدين مو من متنك، ما فيها شيء لتريك مرتين. لا هو مو عن المتن بس. ترى اذا ما جيت راح ازعل منك. اسمع الحكي وتعال لكرسيك وتعال اقعد معي. اذا ما اكلت ما راح اكل. لا 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 لازم تاكلين. شايبت لنا من مطعم الجمعي. يا بس سمبوسه وشباتي وفلافل. يا سلام. تبي كاتشب؟ ابي كرش بارد. الو هلا مين؟ دز لي اثنين كرش المكتب. مشكور، مع السلامة. هاك فلافل منقولة. ها خالتي بشري، عسى كل شيء تمام؟ اي يا يمه تطمني كله تمام ان شاء الله، عساك على القوة، ما قصرتي لا خلا ولا عدم. الله يقويك خالتي، أقول هذه مقاسات أم عبد الله وبنتها أمل. اي أشوفهم. تفضلي. اي قلتي لي يا يمه يبون خصر عالي وكلوش؟ اي. اي هذول امورهم سهل ان شاء الله. اقول خالتي. خير يمه. وليد وينه؟ ما يبين، صار له اسبوع ما شفته. والله وليد يا يمه منداوم، كل يوم يطلع الصبح ما يرد الا العصر، يتمدد له ساعتين وتالي يطلع، وكل يوم على هالحاله. احسن له من قعده البيت. اي والله يا يمه احسن له. بس ها انت ايش عندك تنشدين عنه؟ لا ماكو شيء، بس كذي كل ما جيت تعودت اني اشوفه قاعد يا بالحوش يا بالليوان بس، ولهت على حكياته. ولهت عليك العافيه يمه، هو بعد مديم يسال عنك حبيبتي. صدق خالتي؟ هو اقص عليك؟ لا لا العفو السموحه خالتي، مو قصدي. حليلك يا جميله. والله لك نحطين على الجرح يبرى يا يمه، يا بخت اللي بياخذك سنعه ومسنعه. انت وينك؟ ليش تاخرت؟ يعني ما تدري في امتحان؟ شو اسوي؟ شو اسوي؟ زحمه بالشارع، شو اسوي؟ زين يلا بسرعه قبل الدكتور يسكر الباب. شايف راس الدكتور؟ اسمعي ما تخزين بالامتحان، ترى راح توهق ما راح اعمل شيء. ويا راسك هذا وقته؟ وين رايح هني؟ تعال هني. لا للحين ماكو شيء. اي وليش عاد؟ شو اسوي عمتي؟ ما الله كتب لي؟ يا الخبله ربطي بياهل ولا اثنين، ترى باكر يطير منك. وي عاد اللي يسمعك يقول خليفه بس اسكت. خليفه من غير شيء دابل كبدي لاصق فيني 24 ساعه، هالزود بعده حمل عشان يجابلني اكثر. لا ما بي. يا الخبله قلت لك احسن، ايش فيها؟ خلينا من خليفه الحين، انا جايتك بسالفه ثانيه. خير عسى ما شر. تذكرين قبال رفيجتي؟ اي قبال؟ قبال السعود اللي رحنا عرسها قبل رمضان.
وي هذه ام خشم. استغفر الله، لا تخليني عيب يا خايسه. الحمد لله والشكر. ايش فيها؟ استغفر الله. امس تسولف معي وانشدتني، كان حولي احد تدور مره لاخوها وذبحتني، ذبحتني تنقز على دلال. وي دلول بنتي؟ اي ما عوزج دلول تعرس. هو ليش يحافظ؟ ما ادري، كل ما يبنى طار العرس لو تبوزها ومشت. ما تبي تقول اهم شيء عندي دراستي. ايه ما عليه، اذا على الدراسه خلاص ما بقى لها شيء وتخلص. تقول لا تبون لي طار العرس خير شر، ما ادري ايش فيها. ويه السلام عليكم. وعليكم السلام. هو شيخه بنت خالي؟ هلا والله ولد عمتي، شلونك؟ الحمد لله تمام. ويه ما تعرفون بعض؟ فهد ولدي شيخه بنت خالك. هلا 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 والله. ما ادري عنكم، ولد عمتي ولد خالي ما ادري شنو. شيخه شلون لولو؟ الحمد لله كلهم زينين. زين وش مسويه بالامتحانات؟ ان شاء الله زينه. ترى والي زين الحمد لله. الحمد لله، عسى الله يوفقها ان شاء الله. فهود يما. هلا. تبي شيء؟ لا ابد سلامتك. اشوفك بسط. هي بقعد اسولف معاكم كذي. لا يما حبيبي، انت عندنا سوالف حريم، روح دارك، روح دندن مع العود. انزين على طار العود اجيبه دقدق لكم شوية تستانسون. قوم روح دارك بلغ حمدي، توكل بالله. ما ادري عنك. ان شاء الله يمه. لي خلصنا سوالفنا ناديتك. انزين انزين. محمد عبد الوهاب. وي سكتي الحين برد لنا. امتي. للحين بطالي؟ وي لا باكر على حطت ايدك. ذبحني، ما ادري ايش فيه، كله قاضب هالعود ويبنبع. ايه الله يهدي ان شاء الله. حس الله يهدي. أنا بدك شو؟ مثلا ها بشري سويتي؟ كان صعب بس إن شاء الله زين. صدقين عاد امتحاني أنا وايد كان سهل، بنص ساعة خلصت كل شيء. بس لولو كنت بقول لك شيء بس ماني عارف شلون أقول لك. شنو؟ سلوى. إيش فيها بعد هذا قطيعة تقطعها؟ عدالة عدالة أعصابك، إيش فيك؟ ماكش شغل أعصابي، قولي شنو تبي؟ ما تبي شيء بس عقب الامتحان نيت و قاعد تسولف على الامتحان، بس انا ما اعطيتها وي. اي عافيه، كنت ولي البارح قطيعه. صدق مليت من الامتحانات؟ تصدقين عاد؟ انا ما ودي تخلص الامتحانات. ليش عاد؟ شي صبرني اسبوعين من غيرك. لا تحاتي. الايام ترتب بسرعه. الله يصبر. حسرتي خذ فهد من عمتي. ناصر روح روح. زير تختار. بعدين صار ما ادري طيبوه، انا دشيت البيت هو طار وراه بالموتر. يا حسيت لكم بس سوى في شيء. طيبوه تكفون دبريز. ايه هذا هو فهد. طيبوه اثبت لي الباب خليه. انت ايش فيك جنيته؟ من هو جاني حاسبنا؟ زين خير شري وخري. زين من اللي كنتي واقفه معاه برا؟ دراور فيشتي معطيني كتاب. لا تكذبين، قولي لي منو هذا؟ قاعد اقول دراور فيشتي معطيني كتاب. دراور فيشتك ليش نحاش لما شافني؟ ما تحكين حديده يا مالدك الكفر. سكتي انت مالك شغل. سمعيني هالسوالف هذه ما تمشي على راسي، ان ما قلت الصدق بدفنك بمكانك. فاهم ولا لا؟ والباب بطل، ايش عندك فهد هني؟ خالي لولو واقفه برا مع الرجال غريب ولا ما شافني نحاش؟ ايش اللي قاعد تقول هذا؟ هاي ريال اسالها، انا اللي واقفه معاه جليله الحياه. شب برا اطلع برا اطلع فلن. يعلك ان شاء الله ما تربحين الصور. شلون سويت كذي الحين؟ هل هيذبحونها بعدين؟ ايش صار قولي. ما ادري التفت وراي ما لقيته، يتروالي رد البيت. وعلي عليك لولو المسكين الله يعينها. نوره تكفين اتصل عليهم خلينا نطمن عليهم. لا انا مالي شغل، مالي خلق حسن طشار، انت اللي بديت سالفه وانت تحملها. انا شكو نوره حسي فيني قمت احاتيها،
زين انا ما طلبت منك شيء، بس اتصل على طيبي خلني اطمن. اوف خلاص بتصل بس مو الحين. اقول لك ما اقدر اصبر، قاعد احاتيها. انطر شوي، الحين اكيد مع تفسين من اللي صار ما حد لا خلق احد، خلي اطخ السالفه واتصل. متى يعني؟ خلاص لا تحن الصور. والله قاعد احات البنيه، خاف يسوون فيها شيء. خلاص المغرب بتصل، بس لا تحن، الحنة تجيب الفقر. اوف. يبا يبا صدقني هذا كله اللي صار، السالفة لا فيها ريال غريب ولا شيء، حتى ها هذا الكتاب اللي تبي تشوفه. يبا الله يخليك رد علي. يبا من طلع فهد انت ما قلت ولا كلمة. صدقني هادري والبيت فيش تبنيره، بس قلت علي الكتاب ومشى. وانت ليش طلعتينا؟ والخدم وينهم فيه؟ يبا شيخة ماخذ ادريس معه، وسيد راح الجمعية يشتري أغراض حق البيت، وأمينة فوق مع طيبة قالت بون دارها. أنا بس طلعت أخذت الكتاب ورديت. بسامحني والله ما أعيدها. يبا وين رايح؟ برد الشركة عند شغل. عندي أربعة لعبة جن غشينا. إلا لعبة لعب طالع من تهين. شوفي هذا جيكر خذيناهم كلهم. هذا مو جيكر. بلا جيكر. بعدين شلون طلعت أنا مهين؟ مكسر راسي بالجنجفة وأنا لعبة العلم ما تعرف تلعب. لا هذه من قاعدة البيت قاعد كله أقرأ ألعب. السلام عليكم. وعليكم السلام أهلا حق أمين. وعليكم السلام. ها أمين شو عندك؟ شغلي ابو حمد يقول لي الوعده كل اللي لازم يترتب اليوم. اي مو احنا مكاين عند ابو حمد. استغفر الله العظيم. حطها هني. الله يكون في عونكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله يا حق امين. يا حليله هالامين اسم على مسمى امين. انت ايش قاعد تسوي؟ نخلص الشغل علشان نرتاح. اي لاحقين لاحقين على الشغل بعد شوي بعد شوي. العب بس خلص العب. ما يصير يا سعاد لازم نخلص علشان نفتق. اي يوم شفتني بغلبك قمت تتحجج بالشغل. العب العب بس خل نخلص هاللعبه وبعدين يصير خير. يا حليله متامله ان تفوز علي الغشيمه. يا غشيمه العب العب بس. يلا كم لعبتي؟ اوه عندي عندي يا الغشيمه. اقول وليد قولي انت ايش منه تعني حادث؟ وي ايش فيك مديت البوز وليد؟ ترى ما فيها شيء اللي سألت. لا عادي. اي لا عادي اشوفك مديت البوز وعقدت النونة. تدري شلون ما يسوى علي سؤال بس العب العب. بالاول تحججت بالشغل والحين ما تبوزك، كل هذا عشان ما غلبك العيار.
لا مو كذي بس يلا خلاص نكمل اللعبة يا الغشيمة. كم لعبت هي؟ 7. بس 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 شو هالحظ اللي كسر الصخر؟ يلا لعبي أعطيني 7. يا هاك عليك بالعافية. عافيك. أنا من انولدت وأنا كذي. ها؟ قاعد أقول إن أنا من انولدت وأنا كذي أمشي عوي وأتكلم عوي مو حادث. إنزين كمل كمل لعب. لا لا خلاص بس. يلا خل نخلص. لا خلاص عادي خل نخلص الشغل اللي عطانا يا أبو حمد. أنت ارتاحي أنا خلص بروح. شغلكم اليوم بالشركة؟ لا الحمد اشتغلنا وسوينا اللي علينا لله الحمد. وانت سويته بالله؟ وش مرة جورج وخذيتي كم غرض؟ الله يبارك الله فيك، هذا اللي شاطرة فيه انت جورج وما جورج. روح اسأل عن اخوك، ما ادري ايش فيه اليوم، حالته من نفسه فوق تحت. هو عسى ما شر. ما ادري ما شر، الصبح كان الزينة راح البيت ورجع محفوظ فوق تحت، ما ادري ايش فيه. كان نشتى؟ نشتى؟ قلت له ايش فيك؟ يقول ماكو شيء. واه ايش تراني؟ ليكون هذه ريمو ردت الديرة وسوت لنا سالفة. لا لا ما ظنيت فيه. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا بنتي الحلوة دلول. اليوم كنت عند جورج. ها؟ من قال ها سمع شو ها؟ اي بس ليش؟ شنو اللي ليش؟ بس كنت انا وشيخة هناك وش ما شفناك، قلت قميضة تحقيقه هو. يعني ستي ها سيدي فادي بيقول انه مش عاوز غدا. ايش حقه بعد ايش فيه؟ ما قالش. يا خلي اروح اشوف ايش. قاعدة 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 تلاقينا ماكل ويا الربع المصبنة هذول. قاعدة لا يا سيدي، هذا شكله متضايق ولما رجع من برا كان بيزعق ومش طايق نفسه وقعد يقول كلام كتير كده ما فهمتش منه اي حاجه. بالله وتش حقه حاطه عينش على السبايش يقول ولا ما يقول. اي والله انا اللي قافه. يلا روح المطبخ، هذا اللي ناقص بعد اياني وياك. لا تقطين اذن. يلا ذلفي. حاضر يا ستي. اي والله تغدوا على ما شوش في ويي. حول الله زعل. انت احسن من اخوك، ما تزعق عيني. يبا ايش فيك عادتك سنيه؟ والله ما حد يزعق بهالبيت الا امك. بس انا ما ضعيها. كليك تكلي انت ساكته. حتى انت ما ضعيك. فهد ليش ما تبي غدا يما؟ ما اشتهي يما. هو ليش ما كل شيء برا؟ ايه بس سنية تقول لك يا من برا معصب وتصارخ، ايش بلاك سنية؟ ايش عرفها يمه؟ لا لا كذابه ما فيني شيء. اشوف ايه لف وجهك خل اشوف. من سبب بيك كذي؟ ما حد ما حد يما ولا شيء. شنو ما حد؟ منو مخبر فيك كذي ما تتحكى؟ فهود؟ عاد لقيتوا شيء زين؟ والله مو بزود، كل اللي عنده شتوي للحين ما نزل صيفي. ويش ناطر؟ الجو بدا يدفى؟ عاد صدقين قالت لعمتي الحكي هذا اليوم. ويه جورج اخترب مو مثل اول. والله عاد هو ساعات وساعات. عيسى كنا حس عمتي عواطف. عواطف تعالي. عواطف هلا. عيسى قولي انت باي حق تمددك على ولدي فهود؟ يا عواطف يا يبا اهدى الله يهديك. ما ابي اهدى ولا باي شيء، ابعرف باي حق تمددك عليه. عواطف لا تصارخين، تعالي داخل انا اقول لك. امشي امشي قدام امشي. لا ما فهمت، ومرة ثانية ما تمديدك عليه، عيالي أنا اللي مديدهم عليه أنا وأبوهم بس. يا عواطف إيش تبينا أسوي فيه؟ إذا هو ميود البنت بيطقها إيش تبينا أسوي؟ إيه تفهم معاه بالعدالة، فهم شو السالفة بالأول، مو على ولك تهف أطراق. إيه حاكيته، لكنه هو أخذنا بالشعر وميداف، يا لا حشمني ولا حشم البنات. المفروض أنت تستانس بعد الله يهديك، يعني الولد خايف على بنت خالة، إيش فيها هذه؟ إيه لا تطالعني كذي، عاد هم واحدة من خواته، بعد إيش فيها لازم تفرح.
زين الحين زين ما يخالف ما يخالف ارتاحي ارتاحي خل اقول اهو خلاص عاد حقك علي انا اسف بعد ايش تبين؟ ما ابي شيء على امك انتي اسمعني زين لو انت بنت اخوي ولد امي وابوي كان ما طوفتها لك ايدك ما تنمد على عيالي وهذه اخر مره ترى ولا يهمك على هالخشب لكن بعدها منتي تمنعين عن بناتي انا بعرف شيايبه هالحزه بيتنا وعلي عليه يوم درى ان لولو مشتهيك نار قام يجمع لها من سدرتنا ما يد بتطلع عليه اغلى من بيع السوق خنت حيلي لا المسكينة لا تحاتين انا بقضب فهودي وباخذ ما بخاطره والله يا عواطف يوم اني طقيتها تكدرت حسيت شني طاق واحدة من البنات منو؟ أنا ناصر دش خير ايش بغيت؟ بعرف متى راح تتصلين انطر شوي وأدق لا أنا ورا قومي بعرف ايش صار ولا أخاف أدق عليهم الحين يكون عندهم لويا أصلاً طيبة ما راح تعطيني وجه ايش دعوة الحين عندهم لويا؟ السالفة صايرة الصبح لو السالفة طاخة كان طيبة دقت علي خرت الأكو والماكو والحل بتطمن عليها؟ لهالدرجة تحبها؟ يلا عاد استحي وجهك أنا أخذك العود ايش فيك فجأة قلبت؟ ايش سويت انا؟ تخلت مني، قومي اتصلي خليني اطمن عليها. اوف انزين مو الحين ادق انطر. متى؟ لولو، نوره تو اتصلت علي، وتقول ناصر قاعد يحاتيك لازم تطمنينه. روحي دقي لنوره وقولي لها لولو ما هي متصله. لولو ايش فيك؟ قاعد اقول لك ناصر قاعد يحاتيك. احسن، اسابه الحاله ورده. هو لولو ايش فيك؟ علامتك عليه. طيب وكلم منه هو؟ لو ما هو كان ما صار اللي صار. الله يهدى لولو ما صار شيء خلاص وش عليه بكل هذا؟ شنو وش عليه؟ مو هو اللي احنا عليه قال لي بشوفك اشوف ان الفهدي شايفنا عند الباب، تدرين لو ابوي؟ كان علقني بالبنك من رقبتي. انت اللي قب بس بعد شو نسوي لك؟ ايش معنى ابوي ياب هاليوم؟ طيب يلا تشوف. حتى فهد من بد هالايام هذه كلها ما يا الا بهاليوم؟ بس هالطيور. زين يلا روحي اتصلي عليه يلا. ما ابي، خليته حقرص. شنو انت حقرص؟ اقول لك الولد قاعد يحاتيك يحبك الولد يحبك. ايش تبع انت اثنين دافعين عنه؟ اي ادافع عنه مو اخو نوره؟ لازم ادافع عنه لو واحده غريبه اقول بالطقاق. يعني ادق عليه؟ اي يلا خصينا ادقي عليه، تلاقينا الوالد الحين ناطر، شلنا عبد الحليم حافظ ناطر فاتن حمامه، مالت عليك، يلا يلا خصينا. وهذه فلوس نوال ونورية تفضلي ويلا خلا ولا عدم مشكورة يا يميزات الله خير ويش دعوة ايش سوينا ما سوينا شيء وفلوس ام علي وام يوسف قالوا لو نزلت رواتب ريايلهم راح يبوا لك اياهم اي ما يخالف على راحتهم كل واحد يمه هاي يمه تعال تعال ماكو حد غريب هذه جميلة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وليد شلونك؟ الله يسلمك جميل أنا الحمد لله بخير إيش دعوة يا حافظ؟ ما شفناك من زمان بعد إيش أسوي شغل ودوام وصبح وعصر يعني مشغول شوية هالأيام أقول يمي خير أنا بس أروح أبدل هدومي وذهبيلي العشاء لأني حجي ميت من الجوع يلا عد من رخصتك إن شاء الله يمه خالتي يما انا بقوم اذهب لا لا والله حلفت على لا يما قعدي هاو ويقعدي قطيع انا اقوم اسوي له العشاء ايش دعوه قعدي يما قعدي قولوا له
عنده؟ يقول لك بيتين، بيت غني وبيت فقير، احترقوا ثلاثه في نفس الوقت، يجون الاسعاف يطفون بيت منه اول. ما تعرفين الجمال. بيت غني وبيت فقير، احترقوا ثلاثه في نفس الوقت، يجون الاسعاف يطفون بيت منه اول. اثنينهم من نفس الوقت. اثنينهم من نفس الوقت، غلطان الاسعاف ما يطفون. اطلعي غشي. هاي امه يعطيك العافيه. يعافيك حبيبي. اي امه شد حيلك عافيه بعد عمري. هاك امه لسان بالرحمن. شوي وعاني امي وعاني. هاك هاك لكن القطاس يا امه شوي شوي. بسم الله عليك. هاك عاد انت تحبه. وي وي بعد عمري. وش قاعد تسوي؟ يما بس لا تقص. وي بسم الله عليك يما شوي شوي. نواف شنو هذا؟ الحين اقلادس. وي بالعافيه. ها دكتورة بشرى مبروك حمل. صج ألف مبروك يا يما. ألف مبروك. الله يبشرك بالخير يا دكتورة. نورة كاو اسمي نجحت. طيب ما لقيت اسمي بين السطرين. نطي نطي تعالي تعالي خلنا ندور. كاو اسمك مبروك. وناس نفتكينا نفتكينا. اي والله خير. امشي الله خلي بشر امي. اي غريبة انتي خلاص ماكو دور ثاني. يلا امشي امشي. يلا بشري. انت بشري. انت اللي بشري. واي نواف خلصي حد يلا قولي. يلا تحكي قولي يلا. يلا حد نواف. قاعد تقعدين تلفزيون يلا تحكي قولي. سقطت بمادتين. شنو؟ قولي والله. انت ما عليك مني اهم شيء انت شلون النتيجة؟ انا الحمد لله مادة جيد جدا ومادة ثانية جيدة يعني خلاص تخرجت. الحمد لله الحمد لله. كله منك انت 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 السبب. نواف ايش فيك وادم؟ ايه انا اسف اندمجت حبتين. الف مبروك يلا ان شاء الله الوظيفة لازم توقف على رجلك عشان توصل حق اللي تبيه. بس انا ضايق خلقي شوية. او ليش بعد يضيق خلقك المفروض تستانس؟ يعني اول شيء انت سقطت وثاني شغله اني ما راح اشوفك من جامعك اليوم. ان شاء الله الجاي احسن. معك انت اكيد احسن. زين لا تكون تضحك الميراث ساقطه واقفه عندي. يلا روحي روحي. تفضل امي. عشت بس اقول بس خش طبخه. اي ما شاء الله. طيب على كم مره بنته؟ ان شاء الله. مشكور. طيب هلا يبا. ما قلت لي عقب الثانويه ايش بتسوين يبا؟ يبا والله ما ادري للحين قاعد اقلبها براسي. ما انت داشه الجامعه؟ والله مالي خلق. من صدقك؟ اي والله يبا مالي خلق يعني بعد اربع سنين دراسه بس مليت. اه شو الحكي هذا؟ ترى مالك الا شهادتك. مثل ما قال عمي الزمن اللي احنا فيه زمن علم وشهادات. شد حيلك وخذ شهادتك. انا للحين ما عزمت على ما يجي وقت التقديم يصير خير. عطمان ماي ماي حل مرتاح. حلو حلو حل الدنيا لا يبا. انا عندي لكم خبر. خبر؟ شنو هالخبر؟ خير ان شاء الله. انا حامل. صدق والله؟ ويا بختنا صدق؟ اي صدق. بالمبارك والله بالمبارك. الله يبارك فيك يبا. مبروك شيوخه مبروك خليفه. مبروك تربى بعزكم ان شاء الله. هو خليفه علامك خواتي وابوي يباركوا لك. خليفة بالمبارك تربى بعزك. عمي قالت حامل؟ ايه ما ادري. حلفي. اي والله ايش فيك؟ والله حامل؟ اي والله. لا لا حلفي حلفي. اي من صدق قاعد اتحكى معاك امبي. عمي عمي حامل. انا بصير ابوي. اقصد انا بصير ابو ابو. اسمع بروح ابشر الوالدة بقول حق امي باي. مسهل بعد. علامة عليك السخاف. من زمان وهو قاضي مو شيء جديد. بس هو عنده نانا يوم من التيل انت قعدت الانقد بس. ويبا كبرت خلاص صرت يد. انا كبرت صرت يد وانت صرت خاله. ويا حسرتك كبرت صرت عيوز. شو تسبه انت فيه؟
سمعي شيخه، هذا ولدك ما ادري بنتك كذا يوم ويلهم اذا قالوا لي خالتي، خلي يقولوا لي طيبه احسن. شال عياره على هالسوالف، شال عياره على ما ينولد ويكبر ويتحكى انت عيل صدق. مالي شغل، مالي شغل. هم يقولوا الله يبارك لكم ان شاء الله يا يوم. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يبا. مبروك شيخه والله ونستينا. يلا الفال لكم ان شاء الله تتزوجون. عليك العدل يبكر العدل ها؟ ان شاء الله. ها بشر، الحمد لله نجحت. نجحت من صدقك؟ قول صدق عاد لا تكذب. قاعد اكذب عليك يعني؟ اقول لك نجحت. شلون نجحت انت؟ مو كنت خايف من هالماده؟ صدقين عاد كنت خايف منها بس ما ادري شلون نجحت. واي نواف يكرهك يعني؟ منو حل الامتحان؟ مو انا صدقين. هو عيل منو؟ قلبي، قلب اللي حل الامتحان قلبي. انزين لا تشتط، دار مدارنا وادم. اي دمش حبتين. مبروك النجاح. الله يبارك فيك. ان شاء الله التخرج مره واحده. ان شاء الله مو بس تخرج، ان شاء الله يا رب يا رب يا رب زواج يا رب. يا راسك يا قلبك. زين عزميني على العصير، انا نجحت. يلا مش بنات ايش رايكم مدام لولو خلصت امتحاناتها نطلع البر؟ اي والله يبا كأنك حاس فيني ميت على طلعت البر. اي والله يبا كان زين. ويش لنا بهالاذيه؟ خلونا قاعدين ببيتنا اطفالنا. من صدقك انتي البر اذيه؟ وش حلوه وش زينه. اي والله لولو في حد يعاف البر؟ اي انا. علامكم لولو؟ علامك الاول اذا يوم واحد عطله اخذتينا بشرع وميدا وخلنا نطلع البر. وخلنا نطلع البر، شو اللي صاير الحين؟ يبا بالاول غير، الحين انا كبرت. شو الخرابيط، كبرتي ولا صغرتي؟ احنا بنطلع نوسع صدورنا. شو عندك هني؟ شو عندك؟ ما عندي شيء. خطبة ناجري انتي؟ خلاص يبا خلاص خلاص، ما دام بتاهو شلون يا شل مردي مكانك. ما كبر، ما احنا طالعين البر. اقول الوالد يبا شاوري نفسك، ترى اول مره هالنزغه هذه ويا شيخه يتفقون على راي واحد، خليهم يستانسون. واي خليفه حدك فراقه. ماكو شر يبا، كيف هالولو؟ اذا ما تبي تروح خلاص خليها قاعده في البيت واحنا نروح. لا لا ما يصير، يا كلنا يميع يا نقعد في البيت كلنا يميع. يلا لولو ما نخلق طيب ولا تحنين، وعلشان مالك خلق تخرب طلعتنا. ما ادري ايش الموقع بعد. واي شيخ انت غصب تناجريننا، ايش فيك انت؟ ايش فيك؟ ما يخلق اطلع، مو غصب. عندك شيء لا تخلي ودك البر. لا اله الا الله عليكم، خلاص يبا لا تهوشون، قلنا لكم خلاص. يا تلمى رده مكانك، ما كبر، ما احنا طالعين البر، شلون يعني؟ يعني شلون يبا ما كبر؟ لا ما احنا رايحين، حتى لو اختك لولو الحين تقول بنطلع البر، انا ماني طالع. اعطيني لبن بس، اعطيني لبن. ان شاء الله يبا. ايش حقه لازم تبعد؟ لا ماكو شيء، بس سمعت صوت بالتاير قلت خل اتاكد منه. صوت بالتاير؟ يلا تاكد. ترى ايش عليك؟ زين روحي طق الجرس خايفه تشلش الباب. انزين امشي المينون لا تفضحنا. لا تقعدين تزفين، ترى انا اخوك العود. انزين مو تنسين تعطينها. انزين راح اعطيها بس قصر حسك، فضحتنا اوف. السلام عليكم. هلا. عليكم السلام. ايش عجب راد مبكر اليوم؟ سلامتك، بس الشغل خفيف هاليومين بالشركه، بعدين حسيت ان راسي يعورني قلت اريح بالبيت احسن لي. ايش فيك عسى ما شر؟ ما شر، بس الظاهر من اللوية وكثره الشغل. الله يعطيك العافيه، عاد ريح نفسك انت شويه بعد. ان شاء الله. اقول ذهبوا للعشاء على ما بدل ثيابي انا. ان شاء الله. ها؟
يا الله. سنية؟ سنية؟ لا تعالي. هلا. دلول وينها؟ طالعة مع صديقاتها. وبعدين معها الطلعات، أنت ما تشوفين أن طلعاتها زايدة هاليومين؟ إي ما عندها شيء البنت، خل تطلع توسع صدرها شوي. تطلع ما قلنا شيء، تطلع معاك معاي مع أخوها، مو مع صديقاتها، ترى الهيات الزايدة حق البنت ما هي زينة. محسن الله يهداك ايش فيك؟ عاد لا تصير عتيج مرة واحدة وقديم كأنك أبيض وأسود، إي والله، وبعدين دلول تربيتي، ما ينخاف عليها. ما قلنا شيء، تربيتك على عيني وراسي، بس الحرص واجب، علامك، حرصي عليها، ديري بالك عليها. إن شاء الله حاضر لما ترد أقول لها. يا وبعدين إذا خلاص ما تبي تتعشى أهو روح بدل ثيابك يا. شو؟ تاكل قلبي طلعت البنت الحين بترد. سنية سنية. يلا يلا نواف. خلص التلفون بسرعة عطني اياه ان شاء الله. ويك ويك ويك. يلا 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 انتم بصدقكم. هذا ما بصدقكم. لحظه لحظه بصدقكم. بصبعي هذا بصبعي هذا طيحه اشوف قاعد تقص على منه. يلا يلا روح زين. ويك ماك شغل منه. يلا يلا حط كذاب. ها عاد تصدق انا ما توقعت ان نصوري يلبك الردي. ايش قلت بصدقك؟ بصبعي هذا بصبعي هذا طيحه. نوره قاعد تناديني كنا نوره نوره نورا وينك؟ أبي درابين مع شاي حليب. أقول حبيبتي. إيش رأيك نطلع البر يا أهلي؟ دام أبوي خواتي مهم رايحين خلاص ماني طالعة. لا إيش أيبا؟ أهلك خواتك مهم رايحين يستانسون. خل نروح نستانس. بعدين خيمتنا وحمامنا بروح. خليفة. قلت لك الطلعه طلعت من خاطري مالي خلق اروح. زين يا يبون زين زين. واذا قلت لك عشاني واي خليفه لا تحن خلاص طلعه ماني طالعه لا تعيد وتزيد. ايش فيك شبيت عليك انك شبريت منك انت لاصق فيني 24 ساعه خلاص تعيد وتزيد بالحكي. قلت لك ماني رايحه ماني رايحه الا صدق. جبت البيزات اللي وصيتك عليهم. اي كاهما يا مراتك. تروحين السوق؟ اي باكر بمر عمتي وبنروح يمي السوق. بغيت شيء؟ اشتري لي شويه قروضات حب وفستق. بجيب لك 20 كيلو بس عشان لا تحن. انا بنام. شيء جديد يعني؟ خليفه بنام طفليتك. زين كذي؟ اي زين. ناصر لا شنو تشوفني؟ قلت لي تليفون قلت لك ما يخالف بس تشوفني لا. إيه ليش عاد؟ لولو احس فيني. انت ايش فيك؟ كأنك البخت ما فيك شيء. طلشني البخت لولو. اذا صدق تحبيني خليني اشوفك. وين تبي تشوف ناصر؟ عند باب بيتكم. شنو انت يا نيت؟ لولو احنا نتواعد بوقت ابوك يكون بالدوام وكني انا جايب اغراض من نوره حق طيبه اختك وكذي راح اشوفك. ها لولو ايش قلتي؟ لا ناصر تكفى والله الموضوع يخرع. حبيبتي لا يخرع ولا شيء. ايش دعوه لولو؟ بس انا اللي ولهان عليك. انت مو ولهان علي. امبلا بس. لا بس ولا شيء حبيبتي. انت قوي قلبك ولا تخافي. ابوي باكر بروح الساعه 8 الصبح دوام وشيخه قالت لي تبي تروح السوق مع عمتي وقلت لها ما ابي اروح. تقدر تي باكر؟ خلاص انا الساعه 10 ونص اكون عندك. لا 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 انت ايش فيك انطر. انت ذهب عمرك على الساعه 10 من التليفون وانا اتصل عليك. خلاص صار.
الله يستر. لا تخافين حد. الساعة 10:30 الحين ما طلعت. ايش دراني عنها؟ صباح الخير. صباح النور. انا طالعه بغيتوا شيء؟ لا سلامتك. اقول شيخه باي موتر بتطلعين؟ لا تحاتين بطلع بموتري، بس اذا بغيتي تطلعين بلغي ابوي. لا مو هني. ليش ما تاخذين موتر الدريفر؟ احسن لك. وهو احسن لي، بس خفت انكم تعتازونه. لا هوي خلاص فهم بنروح، قاعدين في البيت. على هواكم، مع السلامه. مع السلامه. أنا روح أطر سيد الجمعية وأخذ أمين الدار أكرفها 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 عشان لا أحد يحس. إيه عفية عفية. يلا يلا بسرعة. طب ناصر ايه اطلع متصيف؟ لا هول مشغول. هذه اكيد طيوب، هي من بدت العطله وهي قرقه مع رفيجاتها. واللي هذا اللي يقول بقيناها طراب صارت نشبع، احنا ايش لنا بطيوب؟ يبغى نبي الملف الحين ضروري. ما كل ازرق البيت اروح اجيب ورد. يمديك عاد تروح وترجع بسرعه؟ اي عاد من بعد البيت كله كاهو حذفت عصا، بس تذهب شغلك على ما ارد. يلا يلا لا تبطي عاد. لا تحاتي.